في الحديث المقبل مع الأستاذ الدكتور محمد مقبل. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وجولة جديدة في حلم عمري. وما زال الحديث موصول حول حالات النجاح، من قصة لقصة، من حالة لحالة، حتى يتثنى ويتبين للمشاهد المصري والعربي هذه المسألة من الواقع العملي اللي احنا بنعرضه دايما في برنامجنا. تعودنا في برنامجنا حلم عمري او اخذنا على عاتقنا ان احنا دايما نقدم واقع عملي ملموس لكل المشاهدين عشان ما يكونش مجرد كلام نظري، وده المنهج اللي انتهجه معايا ضيفي الكريم واستاذي، هو الاستاذ الدكتور محمد مقبل، استاذ النساء والتوليد وايضا استاذ الذكوره والعقم، اللي دايما انا وانتو بنرحب بيك يا دكتور محمد. مرحب بيك وكل عضو في الولايات العربيه المتحده. كل عضو في الولايات العربيه المتحده هذا حلم مواطن. نعم، كل مواطن في الولايات العربيه المتحده هذا هو حلم الاستاذ الدكتور محمد مقبل. ولكن برنامجنا حلم عمري هو حلم لكل رجل ولكل امراه يبحث او تبحث عن الانجاب. ان شاء الله من خلال حلقتنا النهارده هنقدم واقع عمل جديد خالص ان شاء الله، وتعالوا برضو نتابع القصه مع بعض. النهارده معانا هيكون ضيوف اللقاء الاستاذ احمد سليمان الزوج. برحب بيك يا احمد. اهلا بيك. وكمان معايا الزوجه مدام هناء حماده. برحب بيك مدام هناء. طيب بدايه احنا هندير الحوار مع حماده، مع احمد سليمان وهناء، وبعد كده نعود للدكتور في التأصيل العلمي. وطبعا معانا يمكن في الصوره لو مخرجنا شايف معانا حنين وحبيبه، ودول اطفال تم انجابهم من الحقن المجهري بواسطه الاستاذ الدكتور محمد مقبل. العروستين الجمال دول اللي هم منورين، واللي الدكتور محمد مقبل دايما يعتز باولاده، دايما بيعتبر كل اطفال الحقن المجهري اللي هو عملهم اولاده. احمد عايز اقول انت متجوز من سنه كام؟ سنه 2008. ده كان اول زواج لحضرتك؟ كان اول زواج واخر زواج ان شاء الله. تمام. طيب احمد انت بعد ما اتجوزت قعدت فتره ما تنجبش؟ سنتين. وانت راجل صعيدي ولازم كل يوم يسالوك وفين يا احمد والقصه دي كلها، عارف العادات بتاعت الصعيد؟ نعم. لازم العزوه والعيال طبعا، وكل شويه يسالوك وانت تدارى. انت من نجح حمادي؟ نجح حمادي اصلا. نعم. مدام هناء انت طبعا زوجة استاذ احمد برضو بقالكم سنتين، ما الفتره دي عملتوا ايه؟ يعني ايه اللي انت عملتوه في الفتره دي عشان الانجاب؟ احنا كذا دكتور على اساس نشوف المشكله من عند مين. نعم. الحمد لله كشفت ان ما كانش في مشكله. نعم. احمد راح لدكتور ذكوره، امراض ذكوره. نعم. راح قبل ما عنده انسداد في الانابيب. فقلنا ممكن يعني لو اذا كان عمل التسليك او كده على اساس تمام، فراح قال لنا بدل نختصر الطريق وخليكم تنجوا. طيب احمد انت رحت لاطباء كتير بصفه المشكله كانت عندك انت انسداد في الانابيب. ايه اللي كان بيتم معاك الفتره دي؟ يعني كانت الاطباء بيقولوا ايه او ايه اللي كان بيتم من علاج؟ هو بالنسبه للعلاج كنت كل دكتور كان بيديني علاجه كله، كل شهر بعمل تحليل. نعم. كل ما اعمل تحليل كل شهر بيعمل يطلع معايا اصفار. زيرو ازو يعني. وحضرتك طبعا قعدت عملت اكتر من حوالي 10 تحاليل. نعم. كل شهر علاج برضه ويجدد العلاج نعم برضه اخر الشهر برضه لما اعمل التحليل بتاع زيرو برضه. اذا مشاهدينا النهارده احنا بصدد حاله ازو. كلمه ازو اتعلمناها كتير من الاستاذ دكتور محمد مقبل، ازو سبرميا، يعني التحليل ما بيكونش فيه حيوانات منويه اطلاقا. ناس كتير جدا واعراق كتيره واطباء كتيره يقولوا لما يكون الانسان ازو خلاص ما فيش فرصه للانجاب، ومع ذلك معانا ان شاء الله النهارده حنين وحبيبه التوأم اللي هم جم من موضوع الحقن المجاري اللي احنا نعرف دلوقتي قصته من الدكتور محمد مقبل. لكن خليني معاك برضو يا احمد، لما كانوا بيقولوا ازو كانوا بيدوك علاجات؟ وبرضه كان بيطلع زيرو برضه نفس القصه. طيب ايه بعديها عملت ايه بقى؟ يعني هل استمريت في المشوار ده؟ يعني وصلت لغايه فين؟ انا فضلت يعني انا فضلت ماشي بالعلاج حوالي سنه. نعم. لغايه ما خلاص بقى جالي حاله الاكتئاب، يعني اكتئاب. زعلت واتضايقت خلاص بقى، قعدت يجي 6 اشهر كده من غير اي علاج من غير اي حاجه. لما واحده قريبتي كانت متابعه مع الدكتور محمد مقبل. نعم. وادتني عنوانه واخد بال حضرتك، وجيت للدكتور هنا وتابعت معاه وقال ان حالتك يعني جاب معاه من الاخر. نعم. ما فيش بقى لف ودوران، ما فيش بقى يمشي في علاج وبتاع والدنيا كلها، لا حقن مجهري. تمام. قال لي بس طبعا بالنسبه لي طبعا عملت
عملية لي أنا فتح خصية عينة فتح خصية طبعا عملت العملية تحت عينة الخصية أيوة عينة الخصية جمد طبعا حلل الحيوانات المنوية لا الحمد لله فيه راح مجمدها وبدأ اللي هو إيه يجهز المدام للعملية تحت الحقن المجهري تمام يعني برضو أفهم من كلام الأستاذ أحمد إن أنت لو حالة آزو لا قدر الله يعني رغم ان هو زيرو جات له احباط الى ان الدكتور محمد مقبل لم يتوقف عند هذا الحد بالعكس قال اخد عينة من الخصية ومن عينة الخصية ما شاء الله تم الحقن وتم السحب والنقل وكل هذه مسألة نتعرف عليها دلوقتي وفي نفس الوقت ما شاء الله معانا النهاردة حنين وحبيبة ويمكن احمد النهاردة جاي للمستشفى احنا بنتكلم عن طبعا من داخل مكتب الاستاذ دكتور محمد مقبل جاي النهارده المستشفى علشان خاطر قصه ثانيه بعد ما اخد كلام الدكتور مقبل هرجع ان شاء الله واكمل هذه القصه. طبعا ما زلنا معكم مشاهدينا في حلم عمري وللتواصل مع الاستاذ دكتور محمد مقبل او مستشفى الولايات العربيه المتحده هناك ارقام باستمرار على الشاشه ممكن جدا تحصل او تحصلي على هذه الارقام وتتواصل وان شاء الله خير. دكتور محمد هنتقل بيك قصه احمد وهناء من ناحيه التوصيل العلمي والقصه بالظبط. اتفضل يا دكتور. اولا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاخ احمد ومدام هناء جوني جاني احمد هو اللي يكشف اول مره يوم 30/4/2010. نعم. احمد قال لي ان هو بيدخن 20 سيجاره في اليوم ما عندوش اي مشاكل غير كده بس احنا بنسال حاجات كتيره جدا. نعم. فما كانش عنده مشكله غير ان هو بيدخن. نعم. نصحته طبعا يبطل تدخين ومن الاخر شخصت ان عنده انسداد ربما في الحبل المنوي. نعم. الانسداد زمان قبل ما نكتشف اطفال انابيب والاخصاب المجهري كنا بنحاول نعمل توصيل عشوائي. نعم. انا في حياتي ما شفت نتيجه خالص حقيقه. فبالتالي كونديمد يعني معدوم دلوقتي انك تعمل كده ما عادش ينفع تعمل كده. على طول انك انت بتعمل اخصاب مجهري. نعم. اخصاب مجهري ده علشان اعمله لابد اجد حيوانات عندي السوق مهمه قوي ما بينفعش بقى بخليه ام ما بينفعش بالماتيور سبيرماتيد او الحاجات دي كلها لابد ان يبقى عندي حيوان منوي. انا كشفت عليه تيتو سليم جدا مفيش اي مشكله خالص كل جسمه سليم الخصيتين ممتازين الا ان هو ربما والله اعلم ده تخمين ان حصل له التهاب في وقت من الاوقات وهو صغير ومحدش خد باله الدكتور ما خدش باله او الاسره او كده. نعم. وبالتالي حصل انسداد علشان كده بننصح الناس ياخدوا بالهم على طول ابن اتخبط بخبطه في الخصيتين نتيجه ركله نتيجه كوره نتيجه العاب وقع والخصيه اتورمت او حصل لها اي حاجه ما فيش مانع ان احنا نروح لطبيب متخصص ينهض الحاله من الاول ينهض او بتعالج قبل ما يعمل مثل هذه الانسداد. لكن ده من فضل ربنا ان الحالات ديت بدات دلوقتي تنجب بالاخصاب المجهري. نعم. هو جاني في سنه 2010 زي ما قلنا قلت له من الاخر انت ليس امامك غير الاخصاب المجهري. نعم. الاخصاب المجهري ده لابد افتح القصه الاول واطمن ان فيها حيوانات منويه. تمام. مش كل واحد لابد اعمل له كده. نعم. لان كنت متاكد ان غالبا عنده انسداد. نعم. كل تحاليله كويسه ما عدا الانسداد. فالحمد لله يوم 14/5/2010 فتحنا الخصيه وخدت منها حيوانات منويه وديت فيها حيوانات منويه جمدت له ثلاث انابيب. خلاص بدانا في 14/5 في نفس اليوم بدات كشفت على الزوج كان الدوره لها 24 يوم وهم اقتنعوا وقرروا ان هم يعملوا اخصاب مجهري والحمد لله يوم 4/6/2010 كان عندها 18 بويضه. تمام. وانا عندي ثلاث انابيب حيوانات من وانا عامل له ثلاث مرات اخصاب مجهري من غير ما افتح له ولا اجي يمته. نعم. ما شاء الله. حنين نمتي يا حنين؟ حنين اصحى معانا شويه. اصحى معانا شويه. دي حنين ها؟ حبيبه. حبيبه حبيبه. حنين. وده حنين. ماشي. جبت من ال 18 بويضه 11 بويضه يا استاذ احمد ممتازين. ما شاء الله. خصبناهم بالحيوانات المنويه من عينه الخصيه. نعم. ادتني تسع اجنه درجه اولى. ما شاء الله. زرعت ثلاثه وجمدت سته درجه اولى. احنا ما بنجمدش امبريو او اجنه الا لما كل درجه الاولى لان التجميد بيأثر شويه في الدرجه الثانيه والثالثه ما بتنفعش. تمام. يعني لو لقيت عندي زوجين جايبين ست اجنه مثلا منهم اثنين درجه اولى والباقيين مش درجه بزرع الاثنين واسيب الباقي. ما بجمدش. لابد اجمد درجه اولى عشان يتحمل معايا التجميد. تمام. يبقى له تاثير شويه. نعم.
الحمد لله هم حصل حمل وحاولوا ولدت التوام الاثنين الحلوين دولت بقيصريه. وجايين النهارده انا طبعا ما شفتهمش منهم. نعم. يعني هي ما تابعتنيش، تابعت في المكان اللي هي فيه وكده. هم اتولدوا من ايه يا دكتور؟ ولا انت انا ما حددتش عندي الميعاد لان ما شفتهمش. ما ودوش هنا 19 كام؟ 19 واحد. بعدها جت الثوره 2011. انا مواليد ثوره 25 يناير. انا مواليد ثوره 52. الرقم معكوس يعني. فجايين دلوقتي عندهم لهم ست اجنه اخوات. نعم. الاثنين دول زي ما احنا قلنا قبل كده في اكتر من تقرير. نعم. ان اللي هيجوا ان شاء الله هيبقوا ربنا يكرمهم بالولد الصالح باذن الله. نعم. يبقى اخ دول في نفس الدوره. يعني من عمر دول. يا دكتور انا دايما اسال السؤال ده لكثير في حالات حضرتك، هل يطلق على الاجانين اللي هو مجمد او اللي هو الاجانين الجنين مجمد اللي هو اخو حنين وحبيبه يعتبر زي توام ولا مش توام؟ مش لا توام. توام يعتبر توام. توامهم برضو. توامهم في نفس الدوره. في نفس الدوره البويضيه او دوره الرحم. نعم. لكن الولاده هتبقى في ميعاد تاني. ميعاد تاني. يعني نجاز نقول ان الحقن المجهري من خلاله تم عمل توام بشكل مغاير للي احنا نتعرف عليه. نعم. نعم نعم. دكتور دايما حضرتك بتقول بانه هناك مزايا وعطايا كثيرة في الحقن المجاري، مثل مسألة التجميد، مثل مسألة ان انت بتراعي الطفل اللي هو من خلال الحقن المجاري مراعاة قوية جدا، مما يعود على الطفل بالذكاء ويعود عليه بيكون شقي والكلام ده كله. هذه حقات، هذه اشياء فعلا مؤكده. طبعا بندي بعض الحاجات وبعض النصايح. نعم. اللي هي تدي جنين غير مشوه. تدي جنين قوي. الذاكره بتاعته بتبقى قويه في حاجات. تمام. دلوقتي من قبل حتى ما نبدا عمليه الاخصاب نفسها. تمام. دكتور محمد، حاله الاستاذ احمد سليمان كانت ازو. حضرتك ما بتتخضش لما بتيجي حاله ازو ولا انت بيبقى عندك الامل؟ وانا لاحظت ان حالات ازو كتيره جدا، حتى النهارده قابلنا ناس كتيره حالات ازو كتيره جدا بتنفع عند حضرتك. بس يا استاذ احمد لابد نكون صادقين مع الله او مع البشر. نعم. لعن الله الماده ولعن كل شيء الا رضوان الله. نعم. علشان تبلغ رضوان الله لابد تكون صادق مع نفسك. نعم. ومع الله ثم مع الاخرين. تمام. طبعا بيجيني المريض من اول مره لابد اديله ديسيشن، قرار. قرار. انت قدامك اخذت رقم واحد ورقم اثنين ثلاثة وقدامكش غيرها. نعم. فبيجي واحد زي ما عندوش حمايه منويه خلاص اقول له مش هتخلف. خلاص. جاي لي واحد النهارده بقى له 12 سنه. النهارده لسه. نعم. ماشي. واخد علاج لو عامل عمليات، وعامل عمليات لما قايل بس حبيبه ولا حنين؟ لا حبيبه. نعم. فقلت له الاول انا بعتذر جدا. نعم. طبعا بتبقى صدمه وكده، بس المغاير او انك انت تلطف وتبقى حنين عليه، او عشان خايف تقول له انك تبهدله عمليات وبتاع. قلت له عامل ثلاث اربع عمليات هي متخصصه، وكل مره يطلعش فيه حياه منوي. نعم. وهو عندها متليف، فلابد اقول له من الاول ويسرح ويبقى فيه قرار. يعني الست بتسالني هيخلف ولا مش هيخلف؟ طب ما انا لو كذبت عليها وقلت لها هيخلف تمام، ضيعت عمرها. في ما كانش هي ما ادتهاش الاختيار. نعم. او ان هو في الحاله ديت زي ما قلت لك كتير وبيحصل، ما يصدق الدكتور يقول له انت فيك الامل. تمام. يروح يتجوز واحده ثانيه. تمام. ظلم الاولى وظلم الثانيه وظلم نفسه. تمام. فلا بد ابقى صريح، لان الصراحه ديت او الكذبه الاثنين. نعم. هيتبنى عليهم اثار جانبيه او اثار ايجابيه. نعم. فلو تبقى صريح. الاخ احمد هو قال ان الدكتور من اول لحظه قلت له ما قدامكش غير كده. نعم. انت حر. نعم. انت شايف ان في طريقه تانية اعشاب في الكلام بقى، اللف والدوران ده كليته. نعم. روح انت حر، بس انا كدكتور انا صريح معاك من اول لحظه. نعم. ودي تهمني قوي في اي مريض يجيني. لابد اقول له الصراحه واقول له خطه العلاج، واي شيء انا بطلعها يا استاذ احمد مكتوب فيها البلان. تمام. بحيث الخطه، بحيث لو راح لزميل تاني يعرف ان انا عامل خطه الفلانيه. تمام. دي حاجه وفيها التشخيص وفيها بعض. تمام. الاثنين الاثنين ناموا يا دكتور، حاسين ان هم يعني هم تعبوا من هم تعبوا من المشوار. الاثنين ما شاء الله. حبيبه حنين. حنين حبيبة. حبيبة. يلا صحصحي معايا بقى شو عشان تصوري. صوري يلا. طيب صح. انا في سؤال عايز اساله الدكتور، وهو ان قال الدكتور النهارده ان حاله احمد ازو سبيرمي يا جماعه، يعني معناه تحليل الرجل في هذه المساله ما فيهوش حيوانات منويه خالص. وقال ان احمد لما جاله ربنا اكرمه
مع الدكتور مقبل ما شاء الله عنده توأم ومجمد تقريبا 9 أجنة درجة أولى بإذن الله. 6 يا أستاذ أحمد؟ أه 6 أه أزرعهم ليها؟ أه 6 درجة أولى. ولو مرتين عامل حقل مجري تاني. تاني. بيقولوا لي إن أنا أفتح له. تمام. هو بس أنا عايز أشير هنا لأن إحنا من الناس طيبين. اللي عجبتنا قوي الطيبين. نعم. إن بعض الأزواج ما بتنجح حالة بيتكسف يقولوا والله أنا عامل ما بقدرش يتصور وما بقدرش يعمل. نعم. عشان يقول لك والله أنا ما أقولش إن عندي مشكلة. نعم. ليس هناك علاقه ما بين رجوله وفحوله الرجل ووجود حيوانات نوائيه. دي في حاجه اسمها الصحه الانجابيه والصحه الجنسيه. الجنسيه فهو جنسيا قوي جدا. نعم. بس حصل له التهاب ممكن يحصل له ممكن يحصل له بالاشهر ممكن يحصل لاي واحد. نعم. نعم. لكن هو راجل سليم. نعم. لكن ظروف البيئه وظروف الـ نعم. البيئه اللي احنا عايشين فيها ما ساعدتنيش. نعم. نعم. يعني لو كان ده جرى من الصبح وفيه رعايه طبيه سليمه كان لكن في دول تقدم برضه بيحصل بالستراكشن. نعم. يعني انا كنت عايز اقول في هذه المساله انه حاله احمد ازو وربنا اكرمه والدكتور لسه بيقول ان كانت عنده حاله النهارده بتكشف وازو وقال له لا انت مفيش مش هيحصل. طب ايه الفرق بين الحالتين ده اللي هنعرفه بعد الفاصل مشاهدينا؟ فاصل ثم نعود. مستشفى الاستاذ الدكتور محمد مقبل أستاذ النساء والتوليد والذكورة والعقم الولايات العربية المتحدة يونايتد أراب ستيتس أرقى الخدمات الطبية أطفال الأنابيب والإخصاب المجهري تحديد نوع الجنين علاج الذكورة المتقدمة تحقيق أعلى نسب نجاح أمراض النساء والتوليد متابعة الحمل والولادة الطبيعية والقيصرية وقسم متطور للولادة تحت الماء في الجديد من نوعه وحدة علاج العقم قسم الأطفال المبتسرين عدد كبير من الحضانات على أعلى مستوى خدمة 24 ساعة خبرة أكثر من 30 عاما الخبرة الجودة التقدم 0-40-19-731 أو رقم 0-22-49-388-64 أو 010-36-35-125 0-100-11-52-174 العنوان شارع جسر السويس مع أحمد أسمط أمام بوابة 4 نادي الشمس. وقطرة الماء تثقب الحجر لا بالعنف ولكن بتواصل السكوت من أجل التواصل. عدنا إليكم مشاهدينا في حلم عمري والأستاذ الدكتور محمد مقبل أستاذ النساء والتوليد والذكورة والعقم وعضو الجمعية الأوروبية والأمريكية للتكاثر البشري وعلم الأجنة وأيضا رمز من رموز وسائل الإخصاب المساعد. ومعنا في اللقاء كمان الأستاذ أحمد سليمان وزوجته هناء حمادة من نجع حمادي. واحنا بنتكلم من حيث انه الاستاذ احمد يعني بارك الله فيه هو يمكن وافق على انه يكون معنا في هذه الحلقه على اعتبار بيقول انه فعلا اي انسان في حالتي يسترشد بحالتي وبالتالي ما بيبقاش في ياس من رحمه ربنا. حاله احمد حاله ازو ممكن جدا عند اي طبيب غير متخصص يقول لا والله يا ابني يقعد يديله في علاج في علاج زي ما قال احمد وفي الاخر ما فيش نتيجه. ولكن الدكتور محمد بخبرته جاب له من الاخر وقال له انت حقل مجهري وفعلا ربنا اكرمه بحبيبه وحنين وان شاء الله النهارده جاي يعمل موضوع تاني. كان في سؤال قبل الفاصل اللي هو متعلق بحاله الدكتور قال لها تنجبي وحاله كانت النهارده معاه قال لها ما تنجبيش. هسال السؤال ده للدكتور ولكن خليني ارجع لاحمد واقول له يا احمد انت النهارده جاي بقى بصدد ايه؟ بصدد ان انت تعمل من الاجنه المجمده؟ اه نعم. انا حضرتك طبعا انا عارف من ساعه ما عملت العمليه من 3 سنين عارف ان انا مجمد اجنه. تمام. طبعا جه الاوان لوقتها بقى يعني قال كبروا شويه خلاص بقى جه الاوان اللي انا ايه ربنا عامل عمليه تاني ربنا يكرم لي مثلا بمولود ايا كان بقى اللي بقى اللي يجيبه ربنا كويس يعني. لا خليك صريح معايا انت بره قلت لي غير كده. انا بقول الحقيقه. هو قال ان الحاج والدك ربنا يبارك فيك يا حاج يا رب ويديك الصحه عايز يفرح بقى بولد لاحمد. يعني هو قال له انا نفسي في ولد طلبها يا ابني العمليه بعد كده انا نفسي في ولد. فانت جاي ونفسك في الذكور يكونوا صبيان اخوات حبيب وحنين صح؟ فعلا نعم فعلا. جاي عشان ربنا يكرمه ان شاء الله واعمل عمليه وربنا يكرمه بولد ان شاء الله. اذا انت هنا بصدد حاجتين انا عايز اقول للمشاهد الموضوع ده مهم جدا. احمد كده بصدد مطلب بالنسبه له اللي هو استكمال الحقن المجهري من الاطفال من الاجنه المجمده اللي جمدها له الاستاذ دكتور محمد مقبل اللي هم اخوات حبيبه وحنين. وفي نفس الوقت عايز حاجه تانية اسمها تحديد نوع الجنين او الجنس ودي برضو حاجه
الاستاذ دكتور محمد مقبل يعني متفوق فيها، مظبوط كده؟ تمام. اذا فانت عندك رغبه في الذكور انك تخاوي حبيبه وحنين بالاخوات صبيان، ودي رغبه ابويا الحاج طبعا. ابويا الحاج طبعا في اي حاجه. نعم طبعا، ما اقدرش اكمل طبعا طلبات ابويا الحاج، طلباتك يا ابويا دي ان شاء الله. وانت يا هناء برضه نفس الرغبه عندك، ولا انت طاعه للزوج وخلاص، ولا انت اكتفيتي بحنين وحبيبه، ولا عايزه تاني؟ انا الصراحه اكتفيت بحبيبه وحنين بس. نعم. هما مصممين في البيت بيقولوا عشان يحاويهم وكده. مصممين؟ وطبعا كلام 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 اخوك حسنين يمشي. لازم الكلام يمشي يعني. لكن انت مش متشوقه فعلا ان انت يكون عندك مثلا اخوات لحبيبه وحنين ويكونوا مثلا صبيان؟ يعني في لحظات كده بس لما بنشوف برضه تعبهم وكده بنقول الحمد لله على كده. نعم نعم، بيكرم بيه ربنا ان شاء الله. طب انا بس عايز اعلق على النقطه دي بعد اذنك. هو مش رغبه ربنا لحد بس، هي رغبتي انا كمان، في نفس ربنا يدي لهم الولد يبقى اخ للبنات، لان احنا مجتمع ذكوري ما بيكون لهم اخ لاولادهم، بيبقى لهم خال، الحاجات دي احنا مرتبطين بيها، وده مش عيب ان هو يكون طلب هناء وطلب هو نفسيا، وده ربنا ليه ينهار، لان الاسلام زي ما انا بقول دايما هو اللي امرنا بكده. ابونا ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام قاعد يدعي ربنا هيموت عشان يجي له ولد. نعم. هل هو ما كانش عنده اولاد؟ كان عنده بنات. نعم. يا جماعه سيدنا ابراهيم خلف 14 راجل وبنت، هل قبل اسماعيل ما كانش فيه اولاد؟ لا، كان فيه بنات. نعم. فهو عايز الولد، وده المثل الاعلى والقدوه لنا. نعم. بعد كده سيدنا زكريا الولد. وبعدين سيدنا لوط قبل كده لما خاف على ابنه قال له ليس من اهلك انه عمل غير صالح، عمله غير صالح واللي خالف ابوه. وسيدنا ومولانا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام قال له ابطر. نعم. كان واحد اكتر يعني ما بيخلف، ما خلفش اولاد. كان مخلف بنات واولاد بس ماتوا. فلما انجب سيدنا ابراهيم من ماريا القبطيه اللي احنا اخوالهم ان شاء الله، فرح جدا بابراهيم، وبقى فرحان ويلف بوه على الصحابه، وبقى فرحان بابراهيم جدا. وموت ابراهيم سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام حزن حزن لم يحزن على ابو القاسم او او البنات او اي حد، لان كان في نفسه يبقى منه صلب ولد يحمل الرساله، يحمل الايمان. فانا في نفسي يبقى عندي اولاد، وانت في نفسك يبقى عندك اولاد، والاخ احمد والاخت هنا وكل انسان. تمام. مش عيب ان انا اسعى. نعم. العيب بقى هنا العكس. نعم. لو انا في نفسي اجيب ولد وجاني بنت، هنا الفيصل. هنا الاختبار. هنا الحقيقة الإيمان. إن الله قدر الله ما شاء فعل، لن أرضى إلا بما أراد الله. تمام. يعني إيه؟ يعني إن طول عمري بقول لا ترضى ولا تختار إلا ما يرضاه ويختاره لك الله. نعم. فإذا أنت ما اخترت مثلا عايز خمس أولاد. نعم. وجاني خمس بنات. نعم. هذا هو الخير لي. تمام. وأرضى به، هي دي الفيصل. طبعا يمكن احنا قبل الفاصل كانوا حنين وحبيبه مع الدكتور، بس كانت حبيبه تقريبا، حبيبه دي انا متلخبط، حبيبه كانت بتنام فوديناها المطار. نكمل بقى كده، نكمل كده، نركب كده عشان صحصح لقطه تذكاريه. دي طبعا انا عايز اقول لقطه تذكاريه للاستاذ دكتور محمد مقبل. يلا يا حبيبي. في الحقيقه يعني لقطه جميله جدا. ويعني انا احب اشوف اولادي بالطريقه ديت كده وابسطهم كده. نعم نعم. نعم يعني انا يعني فعلا نوثق هذه اللقطه، اللقطه الجميله وتواضع الاستاذ دكتور محمد مقبل. يعني في الحقيقه كنت اتمنى اكون حبيبنا. طيب يعني انا عايز اقول جزئيه برضو صغيره، وهي انه بعض الناس اللي بتسمع كلمه تحديد نوع الجنين يقول لك يا عم هم كمان هيتدخلوا في اراده ربنا، يعني ده ربنا هو اللي بيعلم ما في الارحام. ده حقيقي وده كلام مظبوط وده قران، ولكن انا عايز اقول ان دي هو ده العلم. يعني ربنا يعني طبعا هناك يعني احنا نعرف يعني مساله إن ما انزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجاهله من جاهله. هو ده العلم اللي ربنا كان بيقصده في هذه المقولة، وهو ده الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه، إن مسألة النهاردة الحقن المجهري وتحديد نوع الجنين، ومسألة إن يكون واحد آزه ما عندوش حيوانات منوية خالص وربنا يكرمه ويبقى عنده توأم ممكن يبقى عنده تاني، مسألة يعني إيه تجميد جنين وتجميد حيوان منوي وتجميد بويضة وتجميد جزء من الخصية وتجميد جزء من المبيض، هذا هو العلم. ولذلك احنا في برنامجنا حلم عمري نقصد ونؤصل العلم، ولكن من خلال واقع عملي. اذا احمد انت ان شاء الله جاي النهارده بصدد ان انت تعمل من الست الاجنه المجمدين برضو موضوع الولد، يعني نفسك ان انت تنجب
تاني ويكونوا ذكور عشان ابويا الحاج ما يزعلش. مظبوط كده؟ واحنا لازم نرضى ابويا الحاج. طب هي رغبه ابويا الحاج ولا رغبتك انت بس؟ ابويا الحاج ده على فكره والد احمد رجب مش ابويا انا. نعم. اول حاجه دي رغبتي انا. نعم رغبتك. برضه يعني الطبيعه. الطبيعه وحب الوالد. نعم. اول اولاد او تمام تمام. رغبتي انا برضه ان انا عاوز ولد برضه. نعم. وخلي بال حضرتك. نعم. ثانيا طبعا رغبه الحاج طبعا احنا ناس سعيده طبعا حضرتك. وبنحب الولاد ونحب العزوه. إيه تمام العزوة. تمام. وانت يا هناء بتقولي والله انا كنت مكتفيه بحبيبه وحنينه ربنا يبارك لك فيهم، ولكن طبعا لطاعه الزوج لازم تسمعي الكلام والاهل والكلام ده كله. ان شاء الله باذن الله ربنا يا هناء انت واحمد يطمنكم باذن الله تعالى في هذه المساله. كنت انا علقت سؤال في اول الحلقه مع الاستاذ الدكتور محمد مقبل، وهو قال ان حاله جات له النهارده وقال ان الحاله دي هي ازو قلنا يعني ما عندوش حاله منويه، وقال صرحته قلت له مش هنجيب، ومع ذلك الحاله الازو اللي هي بتاعه الاستاذ احمد سليمان اللي معايا النهارده ما شاء الله جابوا 9 اجنه من الدرجه الاولى وفي 6 متجمدين. دكتور ما الفرق بينهما؟ الفرق انا بس عايز اقول ان انا بتفرج على بعض الزملاء المحترمين كل زملائي وناس علماء، بس بيبقى في اختلاف شويه. نعم. ربما انا تعلمت الصدق او الجراءه. نعم. ان انا ابقى صادق، وربما هو بيبقى خايف على المريض، فانا جاني بعض المرضى اللي هو عمل عينه قصه 3 مرات. وياخد كل مره علاج، والعلاج ده يفتح القصه لما يلاقيش، يفتح القصه يا استاذ احمد مره ثانيه ما يلاقيش، ثالث مره ما يلاقيش، ومع هذا الدكتور مصمم يعمله رابع مره. هو ما فيش حيوانات خالص ولا في خلايا ام. تمام. يعني انت برضه يعني مش كويس، ما انا لما بدي واحد امل وام خبطه تاني. تمام. ما هي برضه صدمه صعبه، لكن الصراحه من الاول لان دو كان ما عندوش خلايا ام وما عندوش حيوانات منويه، اما هذا عنده خلايا ام وعنده حيوانات منويه بكميه كتيره جدا جدا. تمام. فالاتنين فرق بينهم شتى. اذا الفرق بين الحالتين هنا نفهم انا وانت المشاهدين انه لما يكون حد ما عندوش حيوانات منويه لكن عنده خلايا ام من الممكن ان هو طبعا بنشطه 4 شهور 6 شهور سنة. نعم. بنشط لغايه ما يبقى عندي حيوان منوي مكتمل. نعم. واخده واعمل بوس سواء بعينه قصي او بابره او بغيره. اذا هذه هي البشرة لكل رجل او شاب متزوج وعنده خلايا ام وما عندوش حيوانات منويه، الامل منعقد ان شاء الله يعمل هذه المساله ويجيب بدل ولد. يمكن عندنا 9 اجنه يعني 9 اولاد، انجاز التعبير انا عايز اقوله. يعني في الحقيقه انا النهارده استفدت وارجو تكونوا استفدتوا. استاذ احمد سليمان بعد هذه الحلقه الاسترشاديه الجميله، حضرتك موافق ان احنا نزيل الحلقه؟ في الحلقه حضرتك مدام هنا موافقه؟ موافقين بكل رضا ان شاء الله؟ طبعا نعم. طبعا نعم. نعم حضرتك انت من هذه الحلقه عايز تقول للناس اللي في حاله حضرتك ما تيأسوش من رحمه ربنا؟ طبعا طبعا. نعم. انا في حاجه برضه حضرتك يعني قلت اقول لحضرتك عليها. نعم. بالنسبه اللي هو تحديد جنين سواء ولد او بنت. نعم. انا سالت في الحوارات قبل ما اجي للدكتور. نعم. ان هل اصلا تحديد الجنين ان انا عاوز ولد او بنت حلال ولا حرام؟ نعم. نعم. لا ادام هو من صلبك. نعم. يبقى حلال. تمام. اي كلام خالص. نعم نعم. وعامه هو الطب كل يوم بتطور. اذا احمد سليمان برضه طرح مساله جديده، مساله الحل والحرم، لو عايز ترد عليها دكتور قبل ما اقفل الحلقه هذه المساله. طبعا هو احنا زي ما الشيخ الشعراوي كان بيقول بناتي من مادة مصانعها الله سبحانه وتعالى. نعم. في مراد الله سبحانه وتعالى. نعم. ولم يكون الا مراد الله، حديث الرسول في ناحيه. نعم. ثانيه. نعم. قال انا اعزل الرسول قال اعزل ولم يكون الا مراد الله. نعم. فاحنا احيانا بنختار الجنس المولود يطلع من كلهم بنات وما نزرعش. نعم. او نزرع 3 اولاد ذكور وما يمكن تنجحش، هذه بقى لم يكون الا مراد، بس انت عليك تزرع. نعم. ما بنزرع الشيخ الشعراوي برضه. نعم. نزرع القمح ويطلع القمح جميل خالص وفي الاخر يجي له حبه هوا يضيعوه. نعم. فيقوم الفلاح. نعم. يموت فيها، يوم ربنا ما يصبر يجي له رزق. نعم. من حاجه تانية. نعم. يعني اللي لا ييأس الانسان، وما عملنا للستات. نعم. وما نجحتش استاذ احمد. نعم. وربنا كرمه بحمل بولد طبيعي بعد كده. نعم. اذا فانت سعيد بس. تمام. دكتور انت النهارده في هذه الحلقه فاجئتنا بلقطه جميله ان انت خدت حبيبه فوق يعني كتف حضرتك. انا في كل مره بقول للضيف موافق نزيع، بقول لحضرتك النهارده موافق نزيع. نزيع بس الواد زوسر بيغير بقى، الواد زوسر بيغير. انا بحب اشيل اولادي بنفس الطريقه، ده تعتبر اولادي مجازيا. نعم نعم. يعني نزيع يا دكتور. نزيع خلاص. نزيع اللقطه دي استاذ هيثم.
طبعا نرجو ان احنا نكون قدمنا حلقه طيبه من واقع عملي ملموس من خلال حلقاتنا في حلم عمري. مشاهدينا الكرام، في نهايه هذا اللقاء وهذه الحلقه الطيبه بشكر باسمكم الاستاذ دكتور محمد مقبل، استاذ النساء والتوليد والذكوره والعقم، وعضو الجمعيه الاوروبيه الامريكيه للتكاثر البشري وعلم الاجنه. شكرا لك يا دكتور محمد. شكرا لك، شكرا لاحمد وهناء والساده المشاهدين. والشكر موصول للاستاذ احمد سليمان وزوجته هناء، شكرا لكم. وايضا الشكر موصول لحبيبه وحنين التوام، شكرا يا حنين وحبيبه نامت مني. والشكر موصول لاسره العمل في التصوير والمونتاج والاخراج هيثم الباز، وفي الاعداد سرع فتاح، وهذا احمد يوسف كان معكم من